ما هو الركن الثالث من أركان الإيمان؟ كإيمان صوت النوم مع النوم من الليل. الإيمان بالكتب. بمصحف وشمام. كيف نؤمن بالكتب؟ بإيمان بيتنا من الله. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نجدرنا بلا. تكلم الله سبحانه وتعالى بحقيقة بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. الله برسول مجبوب هنا أن جاجر يتنجر ويهنا كفطرة أن جاجر جار ما يمسحسل هنا. منزلة غير مخلوقة. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتاب، كل رسول أنزل عليه كتاب من الأنبياء والرسل عليهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. الله متعف أوردوال يندندوش ملأ رسول كتاب أوردوال لا تشوف. نؤمن بجميع الكتب. بورده الله متعفنا من عدن. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. الله سبحانه وتعالى سمع ترتو بنجر المتحف منا من الله القرآن قرآن عنه والتوراة توراة والإنجيل إنجيل والزبور زبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام يا إبراهيم النا يا موسى صحف متحف إن عندما سمون يقرؤون النا من البتال ونؤمن بما ورد فيها من أخبار بالنذي وتبرد ووري بمولنا من الدين وأن القرآن نسخ هذه الكتب لا نطالع ما فيها نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما في القرآن والسنة يا قرآن يا قرآن جن النذي هلا شراتشوال النذي بمنوراتشونجي كالنذي زاري آن مر مرة أخرى مرحبا يه يا قرآن باتك علي مرة أخرى الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب نؤمن بأن كلام الله يا الله سبحانه وتعالى نجدرنا تكلم الله سبحانه وتعالى بها بكلام يليق به سبحانه وتعالى ما مثل كلام الخلق الله سبحانه وتعالى يتنجدر ربتي هنا حتى نجدر يفطر نجدر ما يمسك منزلة غير مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب الله لمن يوم رسولات ليان دان داتشو بمن لا رسولات ليمن أف أوردوال نؤمن بجميع الكتب بمن لا بوردو متعفنا من أدن وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها سواتشن بنقرن متعفتشننا من أدن وأخبارها وَرَيَوَتْشَنَ مِنَّا مِنَا مِنَا وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب فلا نطالع هذه الكتب نؤمن بها لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما ورد في الكتاب والسنة يَعْنَّا لِوَرَّدَهُمْ هُلَّا مَتَعْفِنَّا مِنَا بَتَعْلَ نُنْجِي عَنْ مَارَوْمْ يَنَّا قُرْآنُ مُلَّا وَنْشُرُوَتَالْ مِنَّا مَارِ يَنَّا قُرْآنُ بِجَانَوْمْ